قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد لله غالبا وروح القدس الان وكل اوان والى ذكر الآمرين امين. ايها السرس القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس اطلع واشفي امراضنا. من جسمك يا رب ارحمني يا رب ارحمني يا رب ارحم. المجد لله غالبا وروح القدس الان وكل اوان والى ذكر الآمرين امين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الجوهري اعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نحن لمن لنا عليه. ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير. Thank you.
وبل جنسي وقف بعيدا، واجهد للذين يحبون نفسي والذين يلمسون الشر كلهم بالبر، ولكن يمشي طول النهار. اما انا فكنت كاصم ليس وكاخلص لا يفتكفا، وصرت كانسان لا يسمع ولا في فمه تبكيت، لاني عليك يا رب توكلت انت تستجيب لي ايها الرب الهي، لاني كنت لا يشكو بي اعدائي، وعندما زلت قدمي تفخر علي بالكلام، لاننا قدر مستعد ووجعي لدي في كل حين، لاني اعترف باثمي واعتذر من خطيئتي. اما اعدائي فاحياء وهم اشد مني، وقد كثر الذين يبغضونني ظلما، الذين جازوني بدل الخير شرا، محلوا بي لاني خبيت الصغار. فلا تهمني يا ربي والهي ولا تتباعد عني، اسرع الى معونتي يا رب خلاصي. فلا تهمني يا ربي والهي ولا تتباعد عني، اسرع الى معونتي يا رب خلاصي. يا الله الهي اليك ابتكر، اليك عطشت نفسي، ويفوق ذلك جسدي في ارض بريه وغير مسلوقه وعديمه الماء. هكذا اقول لك في القدس الاعان قوتك ومجدك، لان رحمتك افضل من الحياه، لك تسبح شفتي. هكذا ابارك مدى حياتي باسمك، ارفع يدي فتمتلئ نفسي كما شحن ودسمي بشفاء الابتهاج، يسبحك فمي. إن ذكرتك على فراش بسطرك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبسطر جناحيك أبتهج. التصقت نفسي بك من البراء وإياي عوضت يمين. أما الذين يتبون نفسي بطلا فسيدخلون إلى أسافل الأرض، ويدفعون إلى أي السيوف ويكونون حصة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويتنقل من يحلف به، لأنه مسدة أفواه المتكلمين بالظلم. أزست بك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وستر جناحيك ابتهج. التصقت نفسي بك من الوراء واياي عرضت يمينك. لمجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان من الذاكرين امين. هللويا 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 نشكرك الله. هللويا 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 نشكرك الله. هللويا 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 نشكرك الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. لمجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان من الذاكرين امين. يا رب لك الخلاص في النهار والليل سرت امامك، لتملك صلاتي إلى أمامك من أذنك إلى قلبتي. فقد امتلأت نفسي من الشرور ودنت حياتي من الجحيم. حسبت مع المحاذرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معين حرا بين الأموات. مثل الجرحى الراقدين في القبر الذين لا تذكرهم بعد وهم عن يدك مقسم. جعلوني في جب أسفل السافلين في الغمامات وظلال الموت. علي تقدمت جميع أحوالك أجزتها علي. أبعدت عن معارفي شعبي كتالة النفس. فقد أسلمت وما فرغت عيناي ضعفتا من المسكنة. صرخت إليك يا رب طول النهار ومددت إليك يدي. ألعل أهل الأموات تسعى العجائب؟ أم الأطباء يكرمونهم فيعترفون لك؟ هل يخبر أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك؟ هل تعرف في ظلمة عجائبك وفي الأرض المنسية عدالتك؟ أما أنا فإليك يا رب صرخت فتبلغني في الغداء صلاتي. لماذا يا رب تبصي نفسي وتصف وجهك عني؟ فقير انا في الشقاء منذ شبابي، وحين احتفظت انقطعت وافتقرت. علي جاز زهدك واهوالك ازعجتني، احاطت بي كالميناء وكرفتني كل النهار. ابعدت عني صديقا وقريبا معارف من جراء شقائي. يا رب لا خلاص في النهار والليل سرقت امامك، لتبلغ صلاتي الى امامك من اذنك الى قلبي. بارك يا نفسي الرب ويجمع ما في باطن اسمه. بارك يا نفس الرب لا تنسى جميع احساناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي جميع امراضك، الذي ينجي من بلا حياتك، الذي يكرمك بالرحمه والرافه، الذي يشبع بالخيرات رشد حياتك فيتجدد كالنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والحكم لجميع المظلومين، عرف موسى تركه وبني اسرائيل مشيئته. الرب رحيم ورؤوف طويل الانام وكثير الرحمه. ليس على الدوام يسقط ولا الى الابد يحقد. لا على حسب اثامنا عرقنا ولا على حسب خطايانا سازانا. لانه بمقدار ارتفاع السماء عن الارض عظم الرب رحمته واكثر فيه. وبمقدار بعد المشرق عن المغرب ابعد عنا سيئاتنا. كما يرأف الاب بالبنين يرأف الرب بخائفيه. لانه عرف جبلتنا وذكر اننا تراب نحن. الانسان اكثر عشق اياما وكسر للحق كذلك يزهر. لأنه إذا هبت عليه الريح بات بلا وجود، ولا يعرف موضعه من بعد. أما رحمة الرب فمن الأزل وإلى الأبد على خائفيه،
وبره على أبناء المدينة الحافظين عهده والذاكرين وصيابي يصنعونها. الرب هيئ في السماء عرشكم ومملكته تشوب على الجميع. بارك الرب لجميع ملائكته المقتدرين بالقوة العاملين بأمر هندسة مع صوت كلامه. بارك الرب يا جميع قواته ويا خدامه العاملين عبادته. بارك الرب يا جميع أعماله في كل موضع من مواضع سيادته يبارك يا نفس الرب. في كل موضع من مواضع سيادته يبارك يا نفس الرب. يا رب استمع لصلاتي وأصلح حقك لكل في السجدين بعدك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. لأنه الذي تصف أمامك حي. لأن العدو قد أدخل نفسي وأذل في أرض حياتي. وأجلسني في الظلمات مثل ناقة ذهب. فرجت روحي في داخلي واقترب في قلبي. تذكرت أيام القيد وحضرت في كل أعمالك وصنع يديك تأملت. بسطت إليك يدي ونفسي لك الأرض لا تقال. أسرع فاستجد لي يا رب فتثري روحي لا تسد وجهك عنك وأشابه الغابضين في الجب. اجعلني في المدى المستمع رحمتك فأني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها فإني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب فإني ملجأت إليك. علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي. روحك الصالح اهدني فأبدا مستقيما من أجل اسمك يا رب احييني. بعدك تخرج من الحزن نفسي برحمتك قصص أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي أني أنا عبدك. استجب لي بعدك ولا تخرج مما حكمت مع عبدك. استجب لي بعدك ولا تخرج مما حكمت مع عبدك. روحك الصالح اهدني فردا مستقيما. هللويا 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 بسمك يا الله. هللويا 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 بسمك يا الله. هللويا 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 بسمك يا الله. مريم وقفت عند القبر طالبة
سبعين فالجحيم لم تجرب منها وصادفت الباكول ما ميحان الحياة فيا من قام من بين الأموات يا رب المجدولا إن القوات الملائكية قالوا على قبرك الموقت والحراس صاروا كالأموات ومريم وقفت عند قبر طالبة جسدك الطاهر فسبيت الجحيم ولم تجرب منها وصادفت البتول مانحا للحياة فيا من قام من بين الأموات يا رب المجهولا افرحوا معي لوجود الدرهم الضائع فيا من دبر كل الاشياء بحكمته المجدولا فيما كان القبر مخدوما والجحيم تندو هتفت مريم نحو الرسل المختبئين اخرجوا يا فعالة الكرم واجهزوا بكلمة القيامة قد قام الرب مانحا للعالم رحمة العظمى ولادتك الرباني أن كلمة حل في حشاك كالمطر على الجزة فأنبت المسيح عينانا بلا زرع خالق خلاصا للعالم يا أرض المقدسة سبق يونان فرسم قبرك واسم
لو لم يكن الأب في
القلب في كل حين المسبح قيامته، لأنه احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أبدا وحقا. يا رحيم ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وبكثرة رافتك هما فيني. المتخشع والمتاضع لا يغفره الله. أصلح يا رب
الآخر جدة البشرية بإقامته كل الأمراض من الكهوف السفلية المهمة ما بيده المحيا، فإن المخلص هو بالحقيقة قيام الكون وحياتهم وإلههم وحياتهم وإلههم. أيها المسيح المالك الحياة والمنزه عن الموت، إننا نسبح ونحن المؤمنين صليبك ودفنك ونسجد لهما لأنك طيرت الجحيم وسحقت أبوابها ونقضت عزة الموت وأنهضت معك الأموات بما أنك الإله القدير، فلذلك نمجدك نحن الترابيين بلهفة يا من قام مبعثا ونقض عزة الموت المبين وبعث معه كل المؤمنين به ونجى العالم من نبال الأفاعي وأنقذنا من ضلالة العدو باقتداره الفريد، فنسبح عن حسن عبادة قيامتك التي بها خلصتنا بما أنك إله الجود. لأنك إله الجود. قد أعطيكم النعمة من العلاء يا أيها القديسون الكلي المديح، فأنقذتم الفتاة من المنون وأنقذتم من في الأفضال، لأنكم شرف الرهى وفرح كل مسكون. وفرح كل المسكونة. في هذا اليوم الذي هو الخامس عشر، خامس عشر من شهر تشرين الثاني، نقيم أذكار شهداء ولياس وصموناس وأفيفوس، فبشفاعاتهم اللهم ارحمنا وخلصنا أمين. الأم المالكة يسوع بالمهر الكريم.
قرر بإرادته
الاختيارات الحرة، انه يخلط، انه يخطأ، يتعبر بالجسد، ولكن اراه الى نفسه لسبب ما في امل انه يشفى بشرط واحد، ان الله قد نزل وخلصنا نعمة. ربنا يسوع المسيح اعطانا الخلاص عبلاش، بلا ما ان نحن لا نبكي ولا نشقى ولا نتعب. ما نزل على الارض لانه من وراء تعب بكينا او شقانا او توسلنا، لانه قد ما حكينا وقد ما تبنا وقد ما عملنا اشياء توجع له قلبه لله، ما بتساوي نعمه خلاص هو نزل. خلاص المسيح لأنه كان مجاني، هبة، ما كان يطلعه شيء، ما يساوي شيء، ولا تعب بشري ولا قدرة بشرية. هذا الخلاص من الله، وصار عندنا الإمكانية الكاملة أن نصبح مع الله في السماويات، لأنه هيك بيقول انه بيعطينا قيامته وبيعطينا جلوسه عن يمينه، عن يمينه. نحن بنقعد عن يمين الله لانه بنقعد مطرح ما بيقعد ابنه، لهذا قد اخذنا واقامنا واجلسنا في السماويات مثل ما بيقول الرساله الافسوس. هيدي النعمه هلا نحن المسيحيين مثل ما بيقولوا ديجا وصلنا لها، ونحن بنشتغل عليها، ونحن بنعتقد انه نحن مخلصون، ولكن هذا التعب ليس من عندنا، فقط امر واحد، شغله واحده بس من عندنا، الايمان. فانكم بالنعمه مخلصون بواسطة الإيمان. نحن عندنا طريقة واحدة بس حتى ننال، ناخذ خلاص المسيح. يعني شو خلاص المسيح؟ يعني هالعبارة الناس عادة بتعاون بنحن أنا خلصت. وبتعرفوا هذه عبارة موجودة بمجموعة دينية كاسحة الدنيا أحيانا، شوي من عندنا هون شوي القهوة، وشوي موجودة بطرق ثانية، إنه نحن خلصنا مش الحال، كبر خير الله خلصنا ونزل من السماء وانتهى الأمر. ولكن لم ينتبهوا أن الإيمان ليس فكرة فقط، وقت بدنا ناخذ خلاص المسيح مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج هو بأجي وحدة وعم تاكلش وحدة، ما بيقدر يلقط اللي بده ياخده من فوق او بده ياخده من تحت او بيحاول يختار. وقت بناخذ خلاص المسيح ناخده بطريقته، باللي هو علمنا، باللي هو بده ايانا. خلاص المسيح المجاني اللي نحن قادرين نقعد فيه بالسما هو مش قدره بشريه اطلاقا، الا بامر واحد، بان نؤمن أننا قد نلنا، صح؟ مظبوط، نحن نلنا خلاصنا، وخلاصنا تؤمن هلا بالعكس اللي أنا بآمن فيها. هلا اللهم إذا هلا بدت، يعني الله إذا نعم عليك، تعرفوا مثل هذا على يمين المسيح، باللحظة اللي آمن فيها مات، هذا ما عاد عنده مشكلة حتى يتعب. لأن موضوع أنه نحن نآمن ونخلص فعلا، شو بدنا نعمل بعدنا عايشين؟ يا حبنا نحن موجودين مع بعض، ما خلصنا، خلصنا بس بعد ما خلصنا، خلصنا المسيح بس بعد ما تممنا نحن
خلاصنا لله، انه نحن قبلنا مثل هذا النص. مضبوط، نحن قبلنا مثل هذا النص، ولكن ما انتهى امرنا بعد ان نتنفس، بعد كنا نطبق امر خلاصنا. لسبب انجيل اليوم يا اخوي هيك ضربه بوجهنا، خاصه نحن اللي بنقول لله انه انا بصلي كله وانا ما بعمل شيء وما بتزي وعادة دائما بصلي وبنتبه على حالي، بنربح الله مني كثير انه نحن عاملين اكثر من طاقتنا. وهو بالحقيقه الله لو بده يطلع فيها ملوعين، يطلع باللي نحن عم نعمله اللي بنعتقده صحيح. القديسين العظماء توابين قساة على انفسهم لم يعتقدوا لحظه انهم بتوبتهم قد نالوا خلاص الا بنعمه المسيح. ونحن بكل بساطة مأمنين الطريق على الملكوت. ليه؟ لأن نحن عرفنا أن نحن عم نعمل مين شوي أوام. أعمال الله فينا ما بتبين إلا على طريقته، على وقت. شوفوا هذا الناموس، هذا إنسان ياكل الكتاب أكل، بيعرف الله معرفة عظيمة. هو طريقة الحياة على هذا الأساس.
القريب يا اخوي مش ضروري يكون البشري، الله هو القريب، لان الله هو في كل بشري. عندما نتعرف على قريبنا نتعرف على الله، ونصبح نحن في ملكوته بجسدنا. هذا اللي مستخدم بيقدر يوصل على الملكوت على شرط ان نكون نحن قد اتممنا السعي امام الله بنعمته نحن وخلصنا. نشكرك أيها الرب إله القوات الذي أهلنا بأخلاق صلاتنا.
نجعلها ظاهرة وخفية. نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي قضيتها تقبلها الأمين، مع أنه قد وقف لدي ألوف رؤساء الملائكة ولواء من الملائكة والشيروبيم والسرافيم ذو الأجنحة الستة والعيون الكثيرة متعالين ومجنحين بتسبيح الغفر مترنمين وهاتفين وصائمين والأباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكاذبين
الشهداء والمعترفين والنساء وروحهم الصديق المفين على الإيمان. Oh.
البشر، واقبلني متقدما اليك ولا انسى اياه من ابن الزانيه والمسكه بالله، لانه اما تلك فبلمس رب ثوبك نالت الشفاء لايسر المرام، واما الاخرى فبحبتها قدميك الطاهرتين نالت مغفره خطاياها، واما انا الذي ولد لي فبتجاسمي على ان اقبل جسدك بجملته لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين واني حواس نفسي محرقا جرابيب خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بغير زلف وقوات السماويه، لانك مبارك الى ابد الدهور امين. اؤمن يا رب واعترف انك انت هو بالحقيقه المسيح وابن الله الحي الذي اتيت الى العالم لتخلص الخطايا الذين انا اولهم. ايضا اؤمن ان هذا هو جسدك الطاهر والمصلوب، وهذا هو روحك الكريم عيني. فاسالك ان ترحمني وتغفر لي زلات الطوعيه والكليه التي بالقول والتي بالفعل، التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بغير ليمونة أن أتناول أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا والحياة الأبدية أمين. ها أنا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني يا جابر بالمساهمة، لأنك نار محرقة غير المستحقين، وطهرني من كل دنس. أقبلني اليوم شريكا لعشائك السرية بالله، لأني لست أقول سرك لأعدائك، ولا أعطيك كبة غاشمة لكن قد استعطيت لك هاتفا بالكل يا رب ملكوتي. اذهب ايها الانسان عند عقلك هذا المعلم، لانه جمله تحرق غير المستحقين. ان جسد الاله يؤلمني ويغذيني، يؤلم الروح ويغذي العقل بحال قريبه. فقد شغلتني بشوقك ايها المسيح ونقلتني بعشقك الالهي، فاحرق خطاياي بنار غير هيوليه، واهلني ان امتلئ من النعيم الذي فيه لكي اعظم حضوريك بهاء قدسيك. كيف ادخل وانا غير المستحق؟ لاني اذا تجرات على الدخول معه الى الخدر يبكتني لباسي، لانه ليس هو لباس العرس، واطرد من الملائكه مفعولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني، بما انك محب للبشر. ايها السيد محب البشر الرب يسوع المسيح الهي، لا تصدي هذه القدسات بمحاكمه الالقاء على استحقاقي ولتطهير نفسي والجسد وتقديس الايمان ولعبور الحياة والبيت الآتي. وأما أنا فخير لي الاتصال بالله وأن أضع على الرب رجاء خلاصي. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السرية بالله، لأني لست أقول سرك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشمة أنت يا قوتا، لكن قد استعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب ملكوتي. نعم
عشرة، لأن كل عطية صالحة وكل مهبة كاملة هي من العلامة الكبيرة من لدن هذا الحمار. ولك دفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس. ولكن مبدئيا